ذكرنا الان الاخوه الكرام والله غير نحيي ونشرف الشعب الجزائري واقسم بالله العظيم يا الجزائر هذه غير نورمالمون راهم يعيطوا لها بلاد ربي يبارك من الاخر ونطلبوا من رب العالمين ان شاء الله يطيحنا في رئيس تاع باخره رئيس الباخره هذه الخطره يكون رئيس قادر يعرف كيف يسوقها بينا في البحر ولهذا الاخوه الكرام من الجزائر هذه والله غير نعمه دار كبيره للشعب ربي يبارك ويعي فاطن ذكي نعاون بعضها ولا الاخوه الكرام البرهان عن ذلك صوالي مسكين خدام في شانطي صور في 100,000 هاو مدي حبيبات تاع قاطو الوليدات وباه يشربوا الحليب وما يهزوش القوطي في كنجدو لا ويقولوا صداقه الحمد لله رب العالمين عمكم الطراكس هاو مدي بايه تاع طماطم وقال له سيد 39 39 الصوارد باقي تاع 500 متر تتغدات وامك وبيك ونسيبتك وتمطر للماء زبل تمسخر بينا الاخوه الكرام يا ربي يبارك للخير اللي راه في الجزائر هذا والله ما يسعى في دوله انا رحت للدول الاجنبيه منها ودرت بزاف كاين غاشي بزاف يقول لك سويسرا سويسرا قد ولايه باتنا احنا كون جا عندنا تراب غير قد ولايه باتنا نخدموهم اللوط كوريوم ومن فوق جي ديميير احنا ربي يبارك عندنا الطريق الشرق غير ما يقارب 3 ميل عندنا شمال جنوب شي 5 ميل طرقات البراجات التمتع الغازره والعاق الغاز الطبيعي راهو في روس الجبال رانا في نعمه غاشينا نهار طول هو راقد كاين والله اللي من اللي زاد معرق ويقول لك الحرقه ليش تحرق يا بني كي تروح لن اعيش بلدي الذل ولو كانت تنبت الذهب تلي 130 سنه ويحرش على جدك في الكلب تروح تولو تبني له بلاد هو يبني بلادك انا واش دير لك يا الاخ الكريم يا يفكك من الاخر يا والله غير بلاد المليون ونص مليون شهيد ربي يبارك حرها الجيل الجديد اليوم راهو فيها يتنعم واش خاصنا الحمد لله رب العالمين تي الفونطا ربي يبارك هذه ها هي يعني بسعر 120 دينار يطرتين يا الاخوه الكرام تشرب تا وامك وبيك وتقدر حتى تقلش القطوط معاك يشرب غير عادي عجي ربي يبارك نقاوس حافظه الله يا الاخوه الكرام سيد الافاضل واش خاصنا الحمد لله الحين والله رانا في نعمه اللحوم تنطاش الدواجه رغم سومها واللحم اللي رغم السومه تاعو ينطاش اخويا احنا نديروا العريس كاين اللي نقل بالشانه يدي لابوبا اللي يطيش اللحوم الحمد لله والله ما خصنا شيء النعمه ربي يدومها قولوا امين السلام عليكم الطراكسه والوزير اللي قال لك المتاع سعيده والله ليلة هو كاين اختلاف في الوزاره شوق اقسم بالله غير صح وهذا نقضت فيها انا وهدرت عليه تاع الوزاره درك المشكل وراه ولا غير واضح وكي نقول هذوك الشعب وكل يقول لي صحيحه خاطر واضحه باينه هذا وزير الفلاح معالي الوزير نقدروك ونحترموك وهذا معالي وزير الموارد المائيه وانا الفلاح وزير الفلاحه ذكر بطل يعني وزير جزائري حر دعمني عطالي الفلاح انا نستاهل ثاني انا فلاح عطالي بقرات وعطالي اغنام وعطالي جزار وزير الموارد المائيه من هيه قال لي البير ممنوع اخويا شفت الكارثه إذا كان البقرات اللي عطيت لي صونا كومو ما يشربوش ما ياكلوش ولا يتفاهم يتفاهموا الوزاره ديك الساعه وسهله برك هذا ما كان والسلام عليكم